السلام عليكم. احنا النهارده في اسكندريه، وزي ما انتم عارفين طبعا اسكندريه يعني مطاعم، يعني اكل رايق، يعني انبساط كده. واحنا النهارده جايين نتبسط بالاكل، هنروح نجرب اشهر المطاعم اللي موجوده في اسكندريه عشان بس نتبسط، مش عشان بقى نقيم ونطلع القطط الفاصه ونشوف ايه الوحش وكده. احنا بس جايين نتبسط بالاكل. هنجرب كده نفطر عند البان سويسرا، بعد كده ممكن نروح بلبع، بعد كده لو جوعنا تاني شويه ممكن نبقى نتعشى بالفلاح، وبعد كده ناكل حاجه حلوه من عزب. ادعوا لنا بقى كده نكمل اليوم ده على خير، ولايك وشير كده عشان احنا هنلف اسكندريه في اليومين الجايين دول. النهارده هيبقى اول فيديو من فيديوهات اسكندريه. انا محمد عواد من يتاكل اكل. في ناس كتير قوي بتقلد البان سويسرا وفاتحه باسم البان سويسرا سواء في القاهره او في اسكندريه، بس انا ما سالتهم هنا في اسكندريه قالوا لي ان هم ما لهمش غير الفرع اللي في كامب جيزار في شارع بورسعيد. هنخش بقى نفطر من عنده فطار ميكسات الجبن الرايق ده وندوق ونشوف. يلا بينا. احنا متعودين لما بنيجي البان سويسرا بنبقى ثلاثه بنطلب اربع طاسات غير الحلو، دي كده الحاجات اللي بتكفينا، فاحنا المره دي اتنين فطلبنا ثلاث طاسات غير الحلو. خلينا نبدا بالبسطرمه، دي اكتر طاسه بحبها هنا. انت مشهد الجبن كتير ده، دي طاسه بسطرمه سعرها 44 جنيه، ريحه لوحدها تاكل. الدنيا اتطورت جامد هنا في البان سويسرا، فويل وكيس للفينو. يلا نبدا كده ندوق البسطرمه. بسم الله. كميه البسطرمه في الطاسه حلوه كده، ميكس الجبن يا جدعان مع البسطرمه الرايقه دي، بسطرمه دلع كده. بس هي الدنيا يعني غليت شويه، الطاسه دي بقت ب 44 جنيه كاتش كده. ايه نجرب بقى اللحم والبصل، دي تاني اكتر حاجه بحبها هنا. تلقمه الجبنه باللحمه دي عذاب. شفت الفيديوهات لناس حاولت تعمل البان سويسرا في البيت او محلات تفتح بتقلد البان سويسرا، بس ما حدش عرف يعمل ميكس الطعم الحلو قوي ده. اللحم والبصل دي رايقه، اللحم نفسها تتبيله عظمه مع ميكس الجبن ودوبان اللحمه، طبق رايق. خلينا بقى كده نختم بالتشيكن ستريبس. حلو ميكس التشيكن ستريبس برده، واحلى حاجه فيه سنه السبايس دي، سنه سبايس كده جميله قوي، الفراخ طعم مع الجبنه عظمه. في بقى الحاجات اللي بتفتح النفس اللي بتنزل مع الاكل دي كده، عايزين نجربها مع الاكل، بتبقى حاجات رايقه قوي. ناخد كده لقمه بسطرمه تاني، انا بتلكك عشان اكل بسطرمه. مع لقمه البسطرمه ناخد زيتونه رايق. انا بحب احلي هنا بالطبق ده، طبق سوبر فياجرا، في كل حاجه حلوه عندهم، موز ونوتيلا وقشطه وحلاوه ومربى وعسل، في كل حاجه. ناخد بقى لقمة بحيث نميكس كل حاجة في اللقمة دي. طبق عظمة، الطبق ده فعلا هو اللي يتحلى بيه من عند البان سويسرا. ميكس كله على بعضه كده رايق، موز مع قشطة، كل طعم كل حاجة بتحس بيها، والكميات على بعضها مظبوطة قوي. خلصنا أكل وخلصنا حلو، نشوف بقى الحساب. طبق البسطرمة ب 44 واللحمة ب 65، ستريبس 55، والسوبر فياجرا ده ب 50. الطماطم والخيار والمخلل دول نازلين ب 10 جنيه، ومفيش بقى ضريبكم مضافه ولا سيرفيس ولا اي ضرب، مفيش اي حاجه بتضاف على الفاتوره، هي نفس الاسعار دي هي اللي موجوده في المنيو. الكميه اللي احنا طالبينها دي كميه تكفي 2 اكيله قوي، زي حالاتنا كده، يعني كلنا وشبعنا وفايت كمان، بس فات حاجه صغيره يعني. كده احنا خلاص خلصنا بقى فطار اول ما جينا اسكندريه، هنريح شويه ونشوفكم على الغدا. بعد ما اكلنا بقى وروقنا على نفسنا كده في البان سويسرا، عايزين برضو نروق على نفسنا باكله مشويات رايقه، وعلشان كده جينا بلبع، مفيش احسن من كده مكان نجرب فيه مشويات. يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده المكان بصراحه شكله رايق والقعده فيه حلوه. اول ما بتخش بتلاقي الاسماك قدامك، بتختار منها اللي انت عايزه وتسويه، وعلى يمينك بتلاقي الشوايه، وكمان بتلاقي بقى اللحوم اللي هم بيشتغلوا منها. انا طلعت كده وقعدت وحبيت بقى ان انا اطلب ليا والراجل اللي معايا ده، وطلبنا ايه؟ تلت مشكل مشاوي، وطلبنا فتت موزه، ونص فرخه مشويه، وفي بقى ريش محشيه، محشيه لحم مفرومه وعليها وش موتزاريلا. هو الاكل بصراحه يعني اول ما طلبناه يعني نزل تقريبا بعد ربع ساعه بس. خلينا نبدا كده بميكس المشاوي ده، نمسك كده الكباب الاول نشوف السوا. ما شاء الله رايق. خلينا ندوق كده حته بالطحينه. بسم الله. حته الكباب مستويه كويس قوي ودايبه جدا، كمان منقوعه في التتبيله قوي، فحته اللحمه مهريه من التتبيله، طعمها جميل جدا جدا. خش بقى كده على الكفته. كفته رايقه، وطعم اللحمه واضح كده، ومتتبيله تتبيله حلوه قوي، تتبيله بسيطه خالص، ملح وفلفل تقريبا بس. هنا بقى ندوق الطرب، ويبقى كده هيبقى رايق جدا بالكفته دي. شوف كده السوا بتاع الطرب ان شاء الله. الطحينه دي بقى جامده جدا مع كل حاجه اكلتها في الطبق ده، الطحينه عامله شغل عالي.
في بقدونس كده مفروم مع الكفته بتاعت الطرب، ليه طعم حلو قوي. الطرب نفسه قطعته رقيقه كده ومستواه كويس قوي. لا طبق المشكل المشاوي ده بصراحه طبق يكيف. خلينا بقى كده نجرب الملوخيه. بصراحه بالنسبه لي مش اجمد حاجه، بس رايقه وسط الاكل كده ما تضايقكش. خلينا ندوقها كده مع لقم الكفته. ابقى نعمل الحركه دي بقى. كفته جامده، سيبك انت. خلينا بقى كده ايه نخش على الفراخ. بص فرخه حجمها كويس. مظبوطه قوي، توابل ومستوى كويس جدا. بقى الخضار اللي هنا اللي على وش الفرخه ده، انا كده ناخد بيه حته في الصدر والطحينه بقى. ميكس رايق والله. حته الفرخه بالخضار المشوي اللي على الوش ده مع الطحينه طعمها فاجر. الفراخ فعلا مظبوطه قوي. ندخل بقى على طبق الريش ده. ريش محشيه. هو انا شايف اربع ريش، وفي من تحت كده في رز اصفر، وفي رز هنا بالخلطه تقريبا او بالمكسرات. من كده الريشه اهي، خلينا نقطمها زي ما هي كده الاول. بسم الله. محشيه خضار ولحمه مفرومه. يعني الواحد مش متخيل ان هو بياكل ريشه محشيه لحمه مفرومه. وش الموتزاريلا ده بقى حكايه مع الريش. حلو قوي الاختراع ده. ده بصراحه اول مره اكله، بس عجبني قوي. عجبني ذوبان الريش وتتبيلتها مع حشيه الخضار دي مع اللحمه المفرومه، بديها كثافه قوي في طعم اللحمه. اختراع بالنسبه لي جديد وحلو، يعني احب ان انا اجربه تاني. خلينا بقى ندور الرز اللي تحتها ده. شويه رز رقيقين والله اللي مع الريش دي. بس خلينا كده نبقى نشوف في الاخر بقى في الريسيت هيبقى سعرها كام. بس هي فعلا اختراع زي ما قلت كده عجبني واحب ان انا اجربه تاني. نختم بقى بالموزه. بقى طبق فتت موزه ضاني. يا دي وقعت من دي ولا مش عارف ايه اللي حصل. دي كبيره ليه كده؟ يعني دي كده حته لحمه وعصايه، وفي حته كمان هنا باقي العضمايه دي. بسم الله. طعم اللحمه تحفه تحفه، مستويه كويس جدا جدا. لحمه طريه وبتفك من بعضها خالص، يعني هو الواحد بيشد شريحه كده بتلاقيها نزلت لوحدها. موزه فعلا رايقه قوي. خلينا بقى كده ندوق الفته. طعم الصلصه قوي والرز مفلفل كده وفي طعم دسم. في بقى ايه شويه محاشي كده نازلين مع طبق الموزه ده. ممكن ناخد كده ايه ممبرايه نجربها. حلو الممبار، خلطه رز محبشه جامد قوي. الممبار شجعني ادوق ورق عنب. لا يا عم الممبار احلى من ورق عنب يا عم. بس برضو الطبق ده طبق يكيف. مفيش ولا طبق حاسس ان انا ندمان ان انا طلبته. فعلا حاجه حلوه. واختراع الريش كمان المحشيه ده يا جدعان جامد قوي، لازم لما تيجي هنا جربوه. من الاخر كده انت كل ما تيجي هنا هتتبسط، يعني كل حاجه اكلناها كانت حلوه. انا عجبني مثلا طبق الريش وطبق الموزه اكتر من المشاوي. اسامه العكس، اسامه عجبه المشاوي وعجبه الفراخ اكتر من الريش والموزه. فالاكل يعني ايه يعجب كل الاذواق الصراحه. حسبنا بقى هي الاسعار نفس المكتوبه في المنيو بس عليها ضريبه قيمه مضافه. كده احنا خلصنا عند بلبع. نريح بقى شويه ونشوف هنجوع النهارده تاني ولا لا، ونشوف هنروح فين. يلا بينا. جوه نص الليل بقى وانت في اسكندريه ملوش غير حل واحد، كبده الفلاح. نزلنا على طول عليه ونخش نضرب من عنده دلوقتي. يلا بينا. النص عند الفلاح بقى ب 7 جنيه. احنا طلبنا 15 ناكلهم انا واسامه. شوف كده هنقدر نخلصهم ولا لا. بص كده على السندوتش من جوه، نلاقي السندوتش مليان. قطع الكبده رقيقه كده، ندي بقى عصره الليمون. بسم الله. جوه سندوتش كبده بيزك خالص، كبده مقطعه رقيقه ومحطوطه كتير في الساندوتش ومتبله توابل رايقه. بس هو سبحان الله انت هتيجي هنا لو اتحط قدامك صينيه قد دي هتخلصها برده. حلو بقى ميكس الشيبس شطه بالليمون ده مع السندوتشات. حاجه اللي شفتها هنا بتشوف الناس دايما بتعملها، بتروح تجيب الشيبس تاكله مع الكبده، وهي فعلا حركه رايقه قوي. اللي ما جربهاش جربها مش هيندم. احنا لحد دلوقتي ايه خلاص وصلنا الفلاح، واحنا كده خلاص جايبين اخرنا. خلاص بقى عايزين بس ناكل حاجه حلوه. هنطلع بقى على عزه. هو في فروع كتير قوي لعزه على الكورنيش، بس احنا يعني ايه هننقي فرع منهم كده ونروح ناكل حاجه حلوه ونختم بقى اليوم وكفايه كده. يلا بينا على عزه. وصلنا بقى عزه عشان نحلي. ده الفرع اللي عند القلعه قدامه قعده حلوه قوي. هنروح كده نطلب ونيجي نقعد القعده الرايقه دي. انا بقى طلبت رز بلبن عليه كل حاجه، عليه ايس كريم ومكسرات وقشطه وعسل، وكمان طلبت ام علي نفس الكلام عليها برده قشطه ومكسرات وعسل. طلبت بقى ايس كريم كده فانيليا ومانجا عشان انا بحبه يعني. خلينا كده ايه نلحق ناكله قبل ما يسيح. دول المانجا كده الاول. والله ايس كريم مانجا رايق. هو بس يعني عزه متغير شويه عن زمان، يعني طعم المانجا كان بيبقى افضل من كده شويه، بس هي ما زالت برده فيها المزازه بتاعت المانجا دي. خلينا كده ندوق الفانيليا. لا ده لسه زي ما هو، ده طعم اللبن الريتش قوي ده. خلينا بقى نركن الايس كريم ده كده ونخش على الرز اللبن الرايق ده. رز اللبن مكسرات، دي عسل اهو، وادي القشطه، ودي بقى ايه بويت ايس كريم فانيليا. ناخد بقى معلقه كده ايه ناخد فيها كل ده.
الرز اللبن مع الايس كريم الفانيليا جامد. الايس كريم الفانيليا طعم اللبن فيه ريتش قوي مع الرز اللبن، مدي طعم تحفه. الايس كريم طبعا والقشطه والعسل برده عاملين شغل، بس اكتر حاجه عجباني هي الايس كريم مع الرز اللبن، طعمهم غالب قوي في الميكس وفعلا طعمه رايق. خلينا كده بقى نشوف المعالي دي، يبقى قشطه وعسل ومكسرات. بقى لي زمن انا برده ما باكلش من عند عزه، فمعالي كانت افضل من كده كتير. هي طعمها مسكر قوي، والعسل مع طعم معالي نفسها مدي جزعه كده، يعني معالي نفسها مسكره، اللبن اللي مسقيه بيه مسكره مع العسل ففي جزعه كده. لا ما عجبتنيش المعالي، بس طبق رز اللبن ده بقى هو اروع حاجه اكلناها هنا. كده احنا بقى رحنا كل الاماكن اللي بنتبسط بيها في اسكندريه، رحنا البان سويسرا وبلبع والفلاح وختمنا بعزه. ده كده كان برنامجنا في اول يوم هنا في اسكندريه، استنوا بقى اليوم الثاني والثالث. ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وممكن كمان تتابعونا على انستجرام وتيك توك. وسلام.